بص يا جماعة، ده شكل الفستان في الاخر خالص، اتعمل بنفس الصورة ونفس الشكل ونفس كل حاجة. اهم حاجة اللايك والتعليق والاشتراك، وانك تتفرجي من الاول لحد الاخر، وصدقيني الفكرة وصلى هتعجبك وسلم قوي. بارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا عارفة جدا ان انا بقالي فترة ما عملتش فيديوهات، بس ان شاء الله هنعمل فيديوهات احسن واحسن ان شاء الله في الايام الجاية. اهم حاجة بس انك تتفرجي من الاول لحد الاخر على الفيديو ده، لان ده المهم جدا ليكي والبنوتك. الفيديو ده تفصيلة وخياطة فستان اطفالي وبحب بصورة سهلة بسيطة قوي. التفصيلة اللي انت هتعمليها ليكي هي اللي هتعمليها لنفسك لبنتك، هما الاثنين نفس التفصيلة نفس الاصل نفس كل حاجة. اهم حاجة بس تتفرجي من الاول لحد الاخر، واللايك والتعليق والاشتراك، وكل سنة وانتم طيبين. يا رب تكون تفصيلة سهلة وبسيطة وعجبتكم. يلا بينا نبدأ نعملها بصورة سهلة وبسيطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده رجعنا يا جماعة مع بعض بفستان خروج بصورة سهلة وبسيطة قوي. اهم حاجة بس تتفرجي من الاول لحد الاخر، ويلا بينا نبدأ. بصوا بقى دلوقتي كده معانا من عند دوران الوسط، هنبدأ البطرون الاساسي هتلاقيه تحت في صندوق الوصف بصورة سهلة وبسيطة قوي، في كل المقاسات كمان. طيب دلوقتي بقى هنبدأ نحط هنا من عند دوران الوسط 1 سنتي، هنزود دوران الوسط 1 سنتي، وهنعرف ليه بعد كده، يعني بعد كده لما اجي اشتغل ونكمل بقية التفصيلة هنفهم ليه موضوع 1 سنتي ده. تمام. وبعد كده هنبدأ ان احنا نعمل بقى مربع هنا من عند حردة الرقبة، مش هتبقى دايرة، تبقى نص، مش هتبقى حردة، هتبقى مربع. تمام، او نص مربع، بس هنزوده شوية، هنزود 1 سنتي كمان. تمام. طيب وبعد كده، بعد كده هنيجي من هنا مسافة 2 سنتي بالشكل ده، نخشهم على الكتف عشان نوسع بيهم حردة الرقبة. وبعد كده هنبدأ ننزل بقى من هنا لهنا كده. تمام. طيب وبعدين هنبدأ نوصل بالشكل ده كده. وبعد كده هيبقى في عندي قصة، القصة دي زي قصة الكتف بالظبط كده، فانا هبدأ اقصها كده وهننزل بيها على دوران الوسط. ده السبب اللي خلاني زودت دوران الوسط 1 سنتي، عشان لما اجي اخيط هنا تاني اتاخد 1 سنتي ده من الخياطة. تمام. لحظة واحدة بقى كده، فستان عادي خالص مفيهوش اي حاجة، يدوب في القصة اللي قلتلك عليها، القصة مشتركة يا جماعة ما بين الخلف والامام. لا لحظة واحدة بقى كده عشان خاطر ايه، شفت ان هي معمولة كده اهي، تعالوا، القصة مشتركة بين الخلف والامام لحد النهاية فوق كده اهو، اهو كده. تمام. طبعا الخلف المفروض هيبقى بحردة برضك كده، حردة بسيطة. بالنسبة بقى للقصة زي ما اتفقنا هي خلف وامام، فانا مش هعملها في الخلف دلوقتي عشان نركنها على جنب اهي، وخلينا بقى نعمل حردة الرقبة اهي، او المربع بتاع الرقبة بتاعنا اللي احنا عايزينه، وبعدين نعمل القصة بتاعتنا اهي بالشكل ده. اهم حاجة بس ننفذ الخطوات خطوة خطوة ومن الصفر، وهنبدأ ان احنا نحط دي من هنا ونبدأ نوصلها بالشكل ده اهو. بصوا موضوع سهل بسيط قوي، ما فيهوش اي حاجة اهو كده. تمام. طيب تمام. طيب وبعد كده هنبدأ هبدأ ان انا اوصلها بردك من هنا وهبدأ ان انا افرد كده لحظة واحدة كده بالشكل ده. تمام. طيب بالنسبة بقى للقطعة الزيادة دي، المفروض الزيادة دي طبعا بنتنيها او بنخيطها ضمن التفصيلة بتاعتنا. تمام. يعتبر ان انا كأني تقنتها. لحظة واحدة بس. بصوا بقى يا جماعة دلوقتي كمان هنبدأ نعمل باقي الفستان بتاعنا اللي هو الجيبة بشكل سهل مبسط من الصفر.
الجيبة طبعا فيها كسرات جاية بالظبط على دوران الوسط، بس هي مليانة كسرات كتير قوي. لحظة واحدة، طبعا الموضوع سهل وبسيط قوي. ثانية واحدة نعمل بقى الكسرات كده، هنبدأ كده خطوة خطوة. تمام. طيب وبعدين هنبدا بقى نعمل الكسرات دي كلها لحد النهايه كده. استنيني كده، بالشكل ده. تمام. بعدين هنبدأ بقى ان احنا ايه، نتني كده. استنيني كده اهو، واقفل بقى البلوزة بتاعتي على ايه، على الجيبة بتاعتي. لحظة واحدة، بالشكل ده. وبالشكل ده كده عملت الفستان بنفس الصورة ونفس الشكل ونفس كل حاجة. طبعا بقى الفستان ده تغيري لونه زي ما تحبي، ممكن تعمليه مشجر، ممكن تعمليه يبقى عادي. فعشان كده انا هرسم فيه كام رسمة بس يوضح لي الصيف ويوضح لي الالوانات الموجودة في الصيف. لحظة واحدة، هستخدم لونين بس، مش هستخدم اكتر من كده. اخضر اهو، هي بتبقى قماشها كلها بتبقى مشجرة، بتبقى كلها ورود 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 اهي كده مثلا. واحدة واحدة، نعمل نفس الحكاية من هنا اهي. يا رب تكون فكرة سهلة وبسيطة وعجبتك. ثانية واحدة، ومن الصفر. لحظة واحدة بقى اوريكي الفستان اتعمل ازاي. بصوا يا جماعة، ده شكل الفستان في الاخر خالص، اتعمل بنفس الصورة ونفس الشكل ونفس كل حاجة. اهم حاجة اللايك والتعليق والاشتراك، وانك تتفرجي من الاول لحد الاخر، وصدقيني الفكرة هتعجبك قوي. ويا رب تكون تفصيلة سهلة وبسيطة وعجبتك، ويا ريت اللايك والتعليق والاشتراك عشان خاطر الفيديو ده يوصل لناس كتير قوي، وناس كتير قوي تستفاد منه. كل سنة وانتم طيبين، في امان الله. مع تحيات تعليم الخياطة ومريم احمد، تفصيلة وخياطة فستان خروج للعيد بصورة سهلة وبسيطة قوي. كل اللي عليك تتفرجي من الاول لحد الاخر، وصدقيني الفكرة هتعجبك قوي قوي قوي.